بهذا الفيديو راح أتكلم عن أكبر جهاز وصلني عشان أسوي عليه ريفيو، وهو التلفزيون الشاومي كيو سيريس 75 بوصة. وخلنا نبدأ بفتح العلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح نتكلم عن أهم المواصفات اللي موجودة بتلفزيون شاومي 75 بوصة الكيو سيريس. بس قبل لا نبدأ وأقول لكم المواصفات اللي موجودة فيه، لا تنسون تشتركون بالقناة، حطوا لنا لايك على هذا الفيديو، تكتبوا لنا رأيكم بالتعليق إيش رأيكم بهذا التلفزيون. تلفزيون شاومي الكيو سيريس اللي موجود عندي هو حجمه 75 بوصة، تلفزيون عملاق بمواصفات حلوة، تصلح للجيمينج، تصلح للأفلام، تصلح لاستخدامات كثيرة. وأكثر التقنيات الجديدة اللي موجودة بالتلفزيونات موجودة بهذا التلفزيون. راح نبدأ أول شيء إن هذا التلفزيون فيه تقنية ال HDR10+، وهي الميزة اللي راح تخلي لك المكان الغامج مطفي بالشاشة، يعني الأسود راح تشوفه فعلًا أسود، مو إضاءة شابة خفيفة، لا راح يكون مطفي، البكسلات تكون طافية، وهي تقنية مطورة أكثر من ال HDR العادي. هذا HDR10+. إذا نتكلم عن الميزة الثانية فهذا التلفزيون 120 هيرتز، بما يعني أن التردد جدا عالي، ولكن ما راح تحصل ألعاب تشغل 120 هيرتز أو فيديوهات تشغل 120 هيرتز. إذا شغلت على اليوتيوب راح تلاقي 60 إطار بالثانية، ما راح تلاقي أكثر من كذي. شلون أقدر أستفيد من هذه الميزة بهذا التلفزيون؟ في عندك تقنية اسمها تقنية الـ MEMC. هذه التقنية راح تحول لك أي فيديو أنت تشوفه سواء على اليوتيوب أو قاعد تلعب بلاي ستيشن أو قاعد تستخدم نتفليكس أو أي برنامج أنت قاعد تستخدمه على التلفزيون، راح تقدر تسوي الحركة سموث، بما يعني أنه راح يزيد عدد الإطارات اللي موجودة بالصورة وراح يعطيك انسيابية مثل ما أنت شايفين حلوة. يمكن هذه الحركة تستفيد منها بالألعاب وفي متابعة المباريات والأشياء اللي فيها حركة جدا سريعة، لكن استخدامك العادي للتلفزيون ما راح تحتاج هذه الميزة تطفيها. لكن إذا تبي تشوف مباريات أو تبي تلعب بلاي ستيشن أو تبي تلعب إكس بوكس أو تبي توصل كمبيوترك أي إن كان، راح تقدر تشغل هذه الميزة تستفيد منها وتطفيها بكل سهولة. هذا التلفزيون هني جاي معنا بنظام الأندرويد، بما يعني إنك تقدر تنزل وايد برامج، لكن الستور اللي موجود على التلفزيون هني هو ستور خاص بالتلفزيونات. لكن بكل بساطة راح تقدر تنزل أي برنامج موجود على الاندرويد على هذا التلفزيون. اذا تحبون اسوي لكم فيديوهات من هذا النوع عن الطريقه، والطريقه جدا سهله وبسيطه، اكتبوا لي بالاسفل بالتعليق اذا كان في طلب عليها، راح اسوي لكم فيديوهات وابين لكم شلون الطريقه عشان تقدر تنزل اي برنامج انت تبيه على التلفزيون. هذا التلفزيون يجي بشاشه QLED 4K 120 هرتز، والسطوع جدا عالي وتشبع الالوان جدا عالي. ليش يسوون هالشيء بعض التلفزيونات الجديده؟ عشان تقدر تستخدم هذا التلفزيون بمكان فيه اضاءه قويه، او حتى اضاءه الشمس تبي تستخدمها بالصاله، تبي تستخدمها بالديوانيه، عندك اضاءه قويه راح تقدر تشوفه بكل وضوح، وايضا تقدر تقلل السطوع والتشبع حسب رغبتك انت لاستخدام هذا التلفزيون. اما الريموت اللي جاي مع الجهاز، هذا هو الريموت مثل ما انتم شايفين، عندنا زر نتفليكس، عندنا زر امازون للفيديو، ما ادري ليش حاطين امازون، المفروض يحطون اليوتيوب لانه راح نستخدمه وايد اكثر، عندنا الفرارة، وعندنا حتى الجوجل هني، جوجل اسنشال تقدر تستخدمه، اذا ضغطت عليه تقدر تكلم الريموت وراح يطبق لك الاشياء اللي انت تبيها، اوبن نتفليكس، اوبن اي شيء انت تبيه، راح تقدر مجرد ما تضغط على الزر يطبق الاوامر الصوتيه. ايضا من اقوى الاشياء اللي موجوده بهذا التلفزيون تقنيه الدولبي فيجن. دولبي يعطون تقنيات للتلفزيونات وللسماعات وغيره، الدولبي فيجن هي
معايير جدا عالية حق وضوح الصورة وحركة الفيديو وغيرها من الأشياء الخاصة بالفيديو. لذلك إذا جيت بهذا التلفزيون وشغلت نتفليكس راح تلاقي بعض الأفلام مكتوب فوق فيجن مع علامة الدولبي، معناته أن هذا الفيلم يدعم هذه التقنية وراح تقدر تشغلها، ومجرد ما تشغل الفيلم راح تشوف العلامة طلعت لك فوق على اليمين، بما يعني أنك قاعد تشغل تلفزيون حاليا بتقنية الدولبي فيجن. أما بالنسبة للسماعات، السماعات تعتبر جدا مناسبة. طبعا أنصح الناس اللي تبي تاخذ تلفزيون بهذا الحجم أن تاخذ سراوند سيستم، 4 سماعات، 5 سماعات، 7 سماعات، أي إن كان، ولكن السماعات اللي موجودة بالجهاز راح تأدي الغرض بشدة. الصوت ممتاز ومناسب، عالي أيضا، والبيز اللي فيه حلو، لكن ما يغنيك عن السراوند سيستم إذا كنت بتسوي لك نظام سينمائي أفضل من استخدام سماعات التلفزيون نفسه. هذا التلفزيون يصلح للألعاب وللفيديوهات عالية الدقة وغيرها، ولكن راح أقول لكم شغلة، إذا يتوصل جهاز البلايستيشن 5 على التلفزيون هذا عشان تقدر تشغل 120 هيرتز راح تلاقي فيه ليميتيشن، ما راح تقدر تشغل 120 هيرتز، لكن مع تقنية MEMC راح يشغل لك ال 120 هيرتز باستخدام الذكاء الاصطناعي اللي موجود بالتلفزيون نفسه، بما يعني انه ما راح يشغل 120 هرتز اللي موجوده بالسوني نفسه، وهذه مشكله ما اعرف من سببها سواء البلاي ستيشن او التلفزيون نفسه، لكن حاطينها بالموقع كاتبين انه في ليميتيشن على هذه الاجهزه، بما يعني انه في احد محدد المواصفات اللي تقدر تشغلها سواء كان على التلفزيون او من البلاي ستيشن نفسه. لكن عن نفسي شفت تقنيه الـ MEMC جدا ممتازه، راح تقدر تستخدمها بكل سلاسة، راح تشوف الحركة وايد حلوة سلسة، ما راح تحتاج أكثر من كذي. أما إذا بتتكلم عن ديزاين التلفزيون، فمثل ما أنت شايفين أن الإطار جدا ضعيف، والديزاين اللي موجود تحت ديزاين وايد حلو، أنصح بتعليق الشاشة أفضل من وضعها على الكبت أو على الرف، لأن وزن التلفزيون فعلا ثقيل، تحتاج أنك تثبته على الحائط أفضل من وضعه على الأثاث. وأيضا هذا التلفزيون في مدخل الـ HDMI 2.1 واللي هو يعتبر الإصدار المحدث من الـ HDMI العادي، فإذا كان عندك جهاز يدعم هذا الشيء أنصحك بتوصيله على الـ HDMI 2.1 مثل جهاز البلاي ستيشن 5، والأجهزة اللي راح تنزل جديدة أغلبها راح تدعم هذه التقنية، واللي راح تعطيك جودة أوضح، معدل تردد أوضح، وصوت أنقى. أي استفسارات عندكم عن هذا التلفزيون اكتبوا لنا إياها بالأسفل بالتعليق، وراح نحاول الرد على كل الأسئلة. شكرا شاومي على إعطانا هذا الجهاز لتجربته، واللي أنا أشوفه جدا ممتاز، وأنا أستخدمه حاليا وما لقيت فيه أي عيب إلى الآن. أتمنى اللي شاف سعر هذا الجهاز يكتب لنا إياها بالأسفل بالتعليق. وإذا تبي تقارن هذا التلفزيون مع أي تلفزيون ثاني، لازم تقارن مع تلفزيون بنفس التقنيات، لأن راح تلاقي فيه تلفزيونات أرخص بالنسبة لهذا الحجم لكن مو بنفس التقنيات اللي موجودة على هذا التلفزيون. فأهم شيء أنك تشوف التقنيات اللي موجودة في التلفزيونين عشان تقدر تعرف فرق السعر، وأعتقد أن تلفزيون شاومي راح يكون أرخص من بقية التلفزيونات اللي فيها نفس التقنيات. وبكذا نكون غطينا مواصفات هذا التلفزيون. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسون تشاركونا بالتعليق إيش رأيكم بهذا التلفزيون، ونوصل للختام. كان معاكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.